والكأس لنا إن شاء الله. 1, 2, 3 احنا بقالنا ربع ساعة بس من المباراة ومستنيين الهدف الاول. يلا هي جول اول بعد ربع ساعة بالظبط. هدف الاول بعد ربع ساعة، الجزائر تتقدم. ضربة ركنية حصل فيها دربكة جدا الهدف الاول. حبيبي يا ديدان ولسه مش معقول يا جدعان. الهدف الثاني للجزائر، الهدف الثاني للجزائر، مش ممكن بجد، مش ممكن. هدف ثاني لمنتخب الجزائر. ايوه كده هي دي الكره اللي احنا عايزينها. التالت يا جدعان، نتيجة رائعة جدا. استاد رائع، في جمهور رائع. 3-0 يا جدعان. جمهور روعة بجد. موجات جاء علينا. روعة. جمهور فاران عامل شغل عالي قوي. اسمع الجمهور في المدرجات. 1 2 3 فيفا الجيري. وصلنا للدقيقة 40 من الشوط الأول والنتيجة 3-0 لمنتخب الجزائر. قلت لكم قبل الماتش في توقعاتي إن أنا أتوقع أكتر من هدف في المباراة دي. منتخب النيجر ضعيف جدا يا جماعة. بوجيرا نازل مسيطر على كل الأجواء وأداء عظيم جدا من منتخب الجزائر. استغل كل الفرص، سجل 3 أهداف متتالية، خلص الماتش من بدري جدا والناس هنا مستمتعة وهادية ومفيش أي صعوبة في المباراة. يلا نشوف هدف رابع بقى من نهاية الشوط الأول. لا وقع، الحق يلا اللعيب وقع وهو بيقطعها. هيشوط ولا إيه؟ إيه يا راجل؟ جميلة. أداء رائع. جندوزي عامل شغله وبيشوط. الله الرابع
ده ماتش اسطوري. 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 عايز اقول حاجه يا جماعه، 45 دقيقه 45 دقيقه بالظبط منتخب الجزائر سجل 4 أهداف في النيجر. عايز اقول لك 4 مباريات فاتوا، 4 مباريات في 90 دقيقه سجلنا 4 أهداف بس، في 45 دقيقه بس سجلنا 4 أهداف، حاجه فوق الوصف. الجمهور خلاص امن بالمنتخب، امن بالنتيجه. انت كده خلاص مطلوب منك بس تجيب الكاس في الماتش بتاع النهائي ان شاء الله. ايه. 4-4 مبروك. اصورك حبيبي حالك عامل ايه؟ كويس صحتك يا زلمه. حبوا مصر يا مصر. اجيلك تاني عيوني صار اجيلك تاني يا جدعان والله. حاجه الناس الاسكندريه. ايوه حبيبي والله فرصه اسكندريه ناس الجيزه حبيبي يا حمدي دي شارع حسن محمد شارع فيصل دي كاس نصر غايه هاني محمد محمود ابراهيم يا جدعان. حمد بيه انا اسمي محمود ابراهيم مش حمدي شديد. ناصر غاية ناصر غاية حبايبنا والله. انا غاية حبايبنا ما ينفعش الحق صورة بس صورة حبايبنا دي دي كاس ابو دريخة من حب مصر حبايبنا محمود تاعنا وتاعنا ومحمود تاعنا ومحمود تاعنا ومحمود تاعنا وتاعنا وجي تاعنا حبايبنا والله يا جدعان. اسمع يلا محمود دولة واحدة يقول انا محمود دولة واحدة الله يصلح حالك يعني ايه اكبر دولة الجزائر دولة ولا شو؟ قارة قارة عاود عاود التوفيق عاود عاود ندير محمود زيكم باي باي. اوه اي معنا يلا والله يلا تعال نصور مع بعض. عامل ايه؟ ان شاء الله بخير حبيبي يلا باي باي. فلسطين 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 الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين 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 الشهداء فلسطين الشهداء فلسطين. الخامس
الخامس قبل الوقت يا جماعة 5-0 في الدقيقة 68 5-0 في الدقيقة 68 ايه ده لك جون ولا ايه؟ لك جون طلع اوفسايد ما اتحسبش طلع اوفسايد اوفسايد حبايبنا يا جيران الله حبايبنا اهو الاستاد ودي الاجواء الجميله استنى بس استنى ادي عيله كامله اهي من وهران اهلا اهلا وسهلا وهران ترحب بضيوفها والكاس لنا ان شاء الله 1 2 3 في بلادنا وادي الجمهور تحت اهو يا جماعه جمهور عالمي خلاص بعد المباراه 5-0 نتيجه عالميه انا حضرت كل الملاعب يا جماعه حضرت في كل الملاعب وهران العاصمه وقسنطينه وعنابه رحت كل الملاعب حضرت وصورت وشفت قد ايه الجمهور في كل الملاعب عاشق للكره بطريقه خرافيه جمهور يستحق كل الخير اللي في الدنيا يستحق كمان تنظيم بطوله افريقيا ان شاء الله 2025 يا رب يا رب تنول شرفها الجزائر ونبقى موجودين هنا ونفرح مع الجمهور الجزائري ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا مليون مبروك الفوز 5-0 ولسه اللي جاي لسه اللي جاي اهم المباراه النهائيه قدام السنغال او مدغشقر ايا كان المنافس ان شاء الله نحقق اللقب استنونا في المباراه النهائيه واوعوا تروحوا في اي حته سلام مؤقت